اش غايقع انت كتشوف الحاله وقعت انت كتشوفها و تقريبا قال شي كيقول 8 شي كيقول 6 ونص حيت انا ما جيت انا بكري كنت كنسيت اثنان فغوتوا عليا واحد الدري من السوق عاد غوت على عبد الله جاري قال لي ودي راه العافيه راه شعلت المحل جيت شحال جيت وانا نلقى كلشي مشى هنا المحلات اللي كاينين هنا شنو فيهم اغلبيه؟ فيهم كلشي راه فيه راهي بلاستيك العود كلشي خسائر كبيرة. خسائر كبيرة. المحل ديالك شنو؟ المحل ديالي وين؟ تحك كامل مشى كامل. شحال الخسائر تقريبا؟ كون شي 13 مليون تقريبا. 13 مليون تقريبا. ما كاين لا اسيرونس؟ لا ما كاين لا اسيرونس. كاينش. الحمد لله جو وقاية المدنية شوية. الجو بكري وجو النسائل وكلشي حضر الحمد لله كلشي. درك ملاكين. كلشي حضر ولكن بلاستيك. بلاستيك والدلاكيت والزيت وداك الشيء واخا ما يقضيوش عليها بواحد الطريقه واحد المشقه السبب ديال ما عرفنا السبب ما عرفنا السبب حيت انا ما كان فهمتي ما كنبتش ما كنبتش في المحل مش عارف السبب غير هما قالوا لي جات مع الجودار قال لي جاري الاخر جات مع الجودار هذا هو اللي وقع هادشي اللي وقع الصباح هنا مع ديك 8 تاع شعلة العافية باقيين ما عرفناش لحد الآن على الشعلة باقيين ما فاهمين والو باقيين ما عرفناش السبب باقيين ما عرفناش اشنا هي كلشي تحرك كاع مساكن الناس اللي حدهم هنا شي رزايق تحرك تقريبا ديال المحلات كاين هنا شي تقريبا شي 8 المحلات شنو السلع اللي عندهم عندنا العود عندنا لافيراي عندنا بزاف د الحوايج هادشي اللي كلشي كندير انا الله حطيت تقريبا 15 يوم حطيت 30 طن 30 مليون ديال العود والله الا باقيين دابا كريدي ديالها والله تا باقي مالين ما خلصت كاملين جوج ماشي واحد جمع حالات والله الا جوج وبنادم ما عندهم ما يدير شي قسم الله المواد اللي كانت بالزربه كتشد فيها العافيه غير العود والميكا وداك الشيء ولا في راي والبرميل راك عارف بنادم العشوائي كيفاش خدم
الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.